لازلنا نحن وأنتم ضيفنا الأفاضل. عزيزي المشاهد، نواصل هذا الحفل الساهر في ليلة من ليالي كريسماس الربيع الذي يحييها نجم الجماهير النجم الفنان شعبان عبد الرحيم. غربي يا
مفيش ملاية ولا أشر بيها، وكل يوم موضة جديدة، حتى الكلام ما بقاش عربي 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 عربي، حتى الغلط في قلدنا ناسين عاداتنا وتقاليدنا، شباب كتير ماشي ورا الخير وناسي ايه اصلي بلدنا 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 بلدنا. اسمع مني هقول مواضيع، اسمعني لو فعلا سميع، كل يوم نسمع اخبار ونشوف شباب عمال بيضيع بيضيع بيضيع، واد جري والواد لانجو ضاعت حياتهم البانجو، في المستشفى خلاص تايهين وبيرقصوا بلدي وتانجو تانجو تانجو تانجو، الواد جري جسمه مخوخ، البانجو غدر بيدوخ، في كل حته نروح نلاقيه ده زاد عن الحد وبوخ بوخ بوخ، كل شارع او حته البانجو عملوا له باكيته، في كل شارع او حته البانجو عملوا له باكيته، وكل يوم بيضيع انسان وقول كمان خمسه وسته سته سته سته، البانجو شيء قاسي وخارب ماهوش هوايه وتجارب، نسيبه ليه يقضي علينا ده حاجة لازم تتحارب 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 تتحارب. اسمع مني وغيركم ماليش، أب مسافر أمي مفيش، يبقى ازاي الواد يتعلم أهو بالعقل صحيح مجيش مجيش مجيش، أنا إنجليزي ولا أوروبي ولا بسهر أكل في جروبي، ولا انجليزي ولا اوروبي ولا بسهر اكل في جروبي، طول عمري دغري ومن يومي انا بلدي والشعب ده حبي 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 حبي. شكرا شكرا شكرا.